بالنسبة لي خوتي واحد اللحظة كانت واحد الزوبعة رملية طايرة في السماء مدينة العرائش، كانت رياح حوجة. للأسف درت واحد الفيديو ولكن خرج لي كيتحرك، أما أحسن تكون الصورة مزيانة. داكشي علاش عاودت واحد الفورم جديد، حتى كانت الزوبعة الرملية مشات واحد المنظر والسماء كانت حمراء اللون على إثر الغبار الكثيف الذي كان في سماء هذه المدينة جراء الرياح العاتية التي هبت قبل قليل. المهم الفيديو اللي درته قبل قليل ما عجبنيش، لأن كان فيه واحد الحركة كيتحرك. أحيانا كتوقع الناس اللي كتصور تكون تفهم هذه النقطة، كيمشي لك الفيديو بحال اللي كيقفز. ضاعت لنا 3 دقائق، ماشي مشكل، ولا نشرتها ما غاديش تعرف المتابعة بطبيعة الحال. نص الصورة لا يرتاح لها المتابع. على العموم إعادة البث من جديد، أحوال بعد يوم مشمس حار، هبت قبل قليل رياح هزت معها الرمال الغبار، حتى رجلت وتصور. كما كتشوفوا الجو ماشي عادي، شوفوا السماء شبه حمراء جراء الغبار الذي يتطاير بعد زوبعة ديال الرياح. شوفوا الشجر، حياكم الله أيها الأحباب من كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، دمتم في صحة وعافية وستر جميل من الله عز وجل. لا شك سقطوا الخبر للطفل اللي بغى واحد السيد جا من بنقرير جا للعريش وبغى يسرقو من حدا مراصة في سوق الحد. ولولا ألطف الله واحد السيد شافو من السيارة وخرج كيجري واعتقد دري لا كان غادي يفوز به. دري كيقرا في الرابع إعدادي عنده 9 سنين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا غادي نحط لكم التصويرة ديالو والفيديو غادي نحتفظ به. والله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. شبغيتي عند هاد الدري هذا مسكين باقي صغير، طفل صغير كان غادي يسرقو، بدا كيدير له كيدوخو هاك هاد الحليوة ويعنقو ويبوسو وبغى يفوز به. لولا لطف الله علاش اسيدي، علاش اصاحبي، علاش التعدو، علاش انت تدي الدري فين غتبقى الكبده ديال مو وديال بوه، فين غتروحهم ديك الليله، فين غتروحهم؟ حرام اخوتي، راه حرام هادشي، والله الا حرام. باقي هاد العمليه ديال النصب على الاطفال، باقي هاد الاجرام، ولا حول ولا قوه الا بالله. الله يعفو علينا. وغتشوفوا ان شاء الله حتى اللحظة اللي تقبضوا عليه عباد الله وسلموه للسلطة اللي جات على الفور، جاو على الفور وداو الجاني، هو الآن تحت قبضة الشرطة. 16 89 14 75. خليوها دابا، خليوها ما ضربوش. سكتوا سكتوا، اجي تصوروا معايا، راه كريستيانو طاش الروح. انا هو مصمم، ما زالت الاجواء غاضبه جراء هبوب عاصفه جويه بعد يوم ساخن جدا في مدينه العرائش. وسبحان الله غالبا ما كتوقع هذه القضيه،
اللي كتكون الحراره مفرطه ما لا شيء كيتقلب الجو كيتقلب بواحد الشكل غريب حتى ان السماء تمطر احيانا. كنا شفتو بالنهار واش كان شي سحاب، شوف اليوم شوف دابا الجو قلبات راسا على عقب. مرحبا بالاحباب في كل مكان، شكرا انكم كتسولوا فينا. وهذه الدنيا اخوتي فيها صحه وفيها مرض، فيها سقم، فيها نشاط، فيها حزن، فيها ضيق، فيها مخرج. الحمد لله والشكر لله. ساعه التحرير تتمتع بموسيقى غربيه جميله. خروج مراكب الصيد واحد تلو الآخر، خروج مترادف هذه اللحظة رغم الأجواء، لكن البحر غير هائج، البحر هادي ولو أن الأمواج فهي لا تخيف. من هنا من ساحة البكار أحييكم، أسأل الله لكم التوفيق والسداد. شوفوا الأجواء سبحان الله وعلامة الغروب. كيطير كيطير يا ربي السلامة. الله يجيب اسمنا يا رب. رغم ان البحر غير هادي جدا هذا ذيك انا كنفس فارس لا بأس. جو سبحان الله، جو مغاير، جو ديال النهار، كتشوفوا الغمام. شو هاي اللي كاتبه هنايا حيدو؟ منظر جميل، منظر خروج مراكب الصيد.
هذا شارع افريقيا الشارع الذي ينتهي بسوق ساحة من الخطيب هي العرائش هواء العرائش نسيم العرائش قلب العرائش النابض ساحة ابن الخطيب كل هذا اللي ما كاين فيها الابياء واش لا شريه هنايا جراو عليهم واحد ساحة الخطيب هم اللي يعرفوها روينة هنا كتوقع ديال السيارات روينة روينة جروا عليهم من هنا ولكن ها هما هنا ما كاين مشكل مهم النظام هذا هو المهم هذا فضاء جنان فرانسيس للتنزه والرياضة ملعب الطرب كما ترون شي زوين